اخيرا مميزات وعيوب الاوبو اسوس 90 باش نكتشفوها اليوم، وباش نعرفوا زاده برشا حاجات ممكن ما كنتش تعرف عليه، وعلاش زاده اول مره يعجبني اللون الاسود في التليفون. هذا كله اكثر في حلقه اليوم، لكن قبل كل شيء وكالعاده ما تنساش الدعم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس. النسخة اللي جاتنا لتونس هي نسخة 4G ب 8 جيجا درام و 256 جيجا ستوكاج، وسومها 1200 دينار. وفي البوكس باش نلقاو بوشيت سيليكون، كابل USB-C وشارجور سوبر فوك 33 وات. الشارجور هذا يوصل يشارجي 53% من التليفون في 30 دقيقة فقط، و 93% في ساعة. وال 5000 ملي امبيرور اللي هوني توصل تكفيك نهارين استعمال عادي. علاش؟ على خاطر السوفتوير بالطبيعة، وعلى خاطر زادة البروسيسور اللي يستهلك أقل طاقة من البروسيسور الآخرين اللي ديجا تنحكيو عليه أكثر من بعد. اما اللي شد انتباهي من اول ما بديت نجرب فيه هو الديزاين واللون الاسود اللي فيه، فكرني ديريكت بلون باتمان، مات فينيش اسود مطفي ما يتمسخش وما يخليش بصمات زاده، واللون هذا تحسه يختفي في الظلام وما يظهرش كان كي يتسلط عليه الضوء، اخلاف ديزاين الكاميرا اللي جايين في زوز حلقات كبار باللون السيلفر وسط مستطيل باللون السيلفر زاده، وهذا اللي زاد خلى التليفون مضخم وشيك اكثر. سينو فما لون اخر اسمه السانسيت بلو عند على ذا ميكر، خلينا نكلموه ونسالوه عليه. هردنا ميكرو فيبر واحنا نشريو فيهم باش ننظفوا التليفونات. فاش نعمل هنا قالوا لي فما شكون باش يكلم في التليفون. ايوا يا مرحبا. علولو. اهلا وسهلا يا مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله، الحمد لله لاباس جوي بي. حابين ان تعطينا رايك على اللون اللي عندك وعلاش اخترته؟ هاو علاش اخترت اللون هذا؟ اللون هذا اسمه السانسيت بلو، وكما تشوفوا فانه الوانه مصلي على النبي ياسر محلاها. برتقالي على ازرق، واللي هي الوان شروق وغروب شمس، من اكثر الالوان المتناسقه في الطبيعه، حاجه نحبها برشا وحبيتها من اوبو رينو 5، هذيك علاش اخترت اللون هذا. وفان فاكت انه اللون هذا وقت اللي اوبو حضرت التليفونات باش تبعثهم للانفلونسرز ما كانش اللون اللي مبرمج لي انا، كان لون الاكحل، فانا فكيته لدراك وور جيمنج اللون هذا لانه اخذ الاكحل، اما هو حب الاكحل وانا عجبني التليفون هذا. ما تنساش تشارج فيديو نتاعي انا زاد تحبت مخر، انا حبالي طويل ونوخر ياسر فيديوهات مليح يبدا. ميرسي على التدخل نتاعك، وانتم شنو تختاروا ستاري بلاك ولا السانسيت بلو؟ قولنا في التعليقات. نرجع للتليفون، نلقاو عنا على اليمين زر الباور اللي هو بيدو لومبران ديجيتال، وكيما عودتنا اوبو قارئ بصمه سريع وما يغلطش، وعلى اليسار ازرار التحكم بالصوت ومكان لشريحتي اتصال وكارت ميموار توصل للانترابايت. جوده الاتصال ممتازه، وعندك كابتر مكالمات في الهاردوير، واسفل الهاتف اليو اس بي سي بلس ليكوتور وسبيكر. على فكره هوني عندنا ديول سبيكر مش كيما النسخه ال5 جي، دونك الصوت يخرج من اللوطه ومن الفوق. خلينا نجربوه. الصوت مقبول على الاخر. سينو نتعداو تويكا للكرون. الاوبو A690 يجينا باكرون اي بي اس ال سي دي عالي الجوده، يخليك تشك اللي هو اموليد 6.69 بوص فول اتش دي ويدعم 90 هرتز. اكرون جيد لمشاهده المحتوى في الويد في الجيمنج وتصفح السوشيال ميديا. وبالنسبه للبرفورمانس يجينا بروسيسور سناب دراجون 680، ماهوش الاقوى كبنش مارك تيست، اما يجي معاه 8 جيجا درام اللي ديجا توصل تولي 13 جيجا درام كي تزيد 5 جيجا درام عن طريق السوفتوير، و256 جيجا ستوكاج. كيف كيف حاجه ممتازه. صور وصب لي زابليكاسيون اللي تحب عليها الكل. اخلاف سوفتوير ستابل اندرويد 11 بسيركوش الكولور او اس 11، غني على التعريف، فيه بليزيور اوبسيون كيما مود كونسنتراسيون بيرسوناليزاسيون اللي تخليك تتحكم في منظر النظام كيما تحب انت، وتنجم تتحكم في الهاتف عن بعد، جوست تحرك يدك باش تهز على التليفون ولا باش تسكرولي في التيك توك يوتيوب انستغرام او فيسبوك. الحكايه هذه براتيك على الاخر، خاصه كي تبدا ايديك مبلوله ولا قاعد تغسل في الميعون وتحب تستعمل التليفون ولا تهز على المكالمه، دونك باش تلقى الحكايه هذه تعاونك على الاخر. وجيمينج مقبول نوعا ما، الفري فاير على اعلى اعدادات، ببجي نيو ستيت تتلعب في الاعدادات هذه وما لاحظتش فيها سخانه مرتفعه، والكول اوف ديوتي موبايل تتلعب زاده في هالاعدادات وكيف كيف ما لاحظتش مشاكل معها. سينو خلينا نتعديو للكاميرا، وكان لاحظنا هما زوز كاميرات فقط، فهل اوبو حابه تمشي مقوله قال ودلل وتبعد على الشركات الاخرى اللي تحط لنا في تروا كاميرا وكذا كاميرا وفي الاخر ما نستعملوا حتى كاميرا منهم، والا حتى كاميرا برانسيبال تولي هكا مش باهيه في تريتمون ديماج، والا لا؟ هذا اللي باش تكتشفوه. الاوبو اسوس 90 فيه دو كاميرا 50 ميجا بكسل برانسيبال و2 ميجا بكسل للبورتري، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. خليكم مع التصاور وهني رجع لكم.
تصوير الفيديو يوصل لفول اتش دي جوده مقبوله، ينقص شويه ستابيليزاسيون. وبالنسبه لكاميرا السيلفي تسمح تدخل لك دي فيديو فول اتش دي 30 اف بي اس. شنو رايكم في الكاليتي نتاع الفيديو والكاليتي نتاع الميكرو؟ من الاخر تصوير جيد سواء في الكاميرا برينسيبال ولا الكاميرا السيلفي، كيف كيف تحليل الاطراف ممتاز وتريتمون ديماج كيما عودتنا اوبو، حاجه مقبوله وباهيه. خلينا تو نتعدي ونكلموا خبيب وناخذوا رايه في التليفون. اي هز عاد بس تلقاه يلعب. عسلامه. اه ياسين صباح. الحمد لله لاباس، شحالك انت؟ والله الحمد لله. حبيت نسالك حاجه، ما دامك انت ديجا تستعمل في التليفون، شنو ما احسن ثلاثه حاجات عجبوك في الاوبو اكترفانسيس؟ اه اوكي امريك، اكثر ثلاثه حاجات عجبوني في التليفون هذايا. نبدا باول حاجه، انه يعني التليفون ما يخليش بصمه من تالي، معناتها تستعمله من غير كاش من غير حتى قلق. ثاني حاجه عجبتني في التليفون هذايا اللي هو تشارج بالقدا، يجم يكمل معاك نهارين بالمرتاح. ثالث حاجه عجبتني اللي هي الاير جاسترز، انك يعني تنجم تسكرولي في اي باج كلك، سواء تيك توك ولا فيسبوك ولا يوتيوب، بيديك كي تعمل كي والباتر تسكرولي. وتوا نرجع لياسين. ميرسي خبيب، تويك خلينا نتعداو ونكلموا بسام دراكو ونشوفوا رايه في التليفون. عسلامة بسام. اهلا بيك يا زين، سافا شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. تويك قاعد نصور في الاوبو اكترفانسيس وحبيتك تعطينا احسن ثلاثة حاجات عجبوك في التليفون. باهي مريقل، اوكي سامرش. اوكي. احسن ثلاثة حاجات اللي عجبوني في الاوبو اكترفانسيس. بون، بحكم نستعمل برشا تليفون يوميا كيك سواء على السوشيال ميديا ولا في الجيمنج. اول حاجه جبدت لي انتباهي هي الباتري 5000 ام اتش اللي شدني نهار كامل بالمرتاح من غير ما نقعد نحوس على باتري على بلوتو بار بانك ولا على شارجور برسمك من نحط تليفوني في الشارج القهوه. ثاني حاجه اللي هي 33 وات سوبر فوك، يعني نحكيو على تون شارجمون ياسر رابيد، ما نقعدش نستنى برشا وقت، جوست 5 الى 10 دقائق يكفيوني انف تشارج في وسط التليفون باش نجم نكمل نهاري. وحاجه ثالثه مهمه على الاخر بالنسبه لي انا از جيمر ولا نستعمل التليفون بور لي جو فيديو ولا غيره، هو تود ريفريشيسمون للايكرون، يوصل حتى 90 هرتز اللي حاجه طايره برشا في الفلويديتي نتاع الجيم بلاي وفي الاف بي اس. فوالا هذوما احسن ثلاثه حاجات عجبوني في الاوبو اكترفانسيس. توا نعطيك لك انت الكلمه ياسين. نشكرك بسام على التدخل. وبالنسبه ليلي احسن ثلاثه حاجات عجبوني في التليفون هي اول حاجه الديزاين ومنظر التليفون وخاصه اللون هذا اللي شفت عليه. ثاني حاجه هي التصوير والتريتمون ديماج، وثالث حاجه هي ستابيليتي نتاع السوفت وير. وبالنسبه لنقائص او عيوب هذا الهاتف، اول حاجه هي غياب الكاميرا الترا وايد. لا محاله الكاميرا الترا وايد في السعر هذا قليل وين تلقى تليفون ينجم يتعمل عليه. ثاني حاجه اطمعت انه البروسيسور يكون اقوى، اما هو الرام و8 واللي يوصل حتى يكون 13 جيجا درام، كيف كيف ستوكاج والاستابيليتي نتاع السوفت وير غطاو على البروسيسور وعطى بيرفورمانس مقبوله جدا في هذا السعر. وثالث حاجه اطمعت زادة في انه يكون الاكران اموليد رغم جوده الاي بي اس ال سي دي، اما اطمعت في انه يكون اموليد. سي تو، وانتم شو رايكم؟ قولنا في التعليقات، وما تنساوش كالعاده هيك الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، اتفعل الجرس وتابعنا في فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتابع الجروب فيسبوك اللي عملناه ليكم انبوكسينج تين فان كلوب. كان عندك اي مشكله اي سؤال تخص التيك خلي السؤال نتاعك في ميكا والناس الكل تجاوب عليك. كيف كيف كي تحب تعرف اخر اخبار التكنولوجيا لحظه بلحظه، كل ما عليك انك تزور الموقع نتاعنا unboxingtain.com. وهكا ما بقى كان قلكم، كنشوفكم ان شاء الله بافضل حال في الحلقات القادمه. اتخي بيانتو.